دي آية عقيل نجمتنا النهاردة، صوت شاب جميل جدا زي ما انتم شفتوا، كمان وجه جميل جدا على الشاشة، نجمة من نجوم المستقبل. أنا بتصور هتكون ليها شأن كبير. آية مش بس كده، آية كمان حزامين أسود كاراتيه، يعني يخافوا منها جدا. منورانا يا آية، نهارك سعيد وعيد سعيد عليكي، كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة بقى، صحة وسلام. الغنى جه ازاي، وحكاية الغنى جت ازاي، وابتدت ازاي معاكي؟ الغنى بدأ معايا من المدرسة، تمام؟ كان جاء معايا بالصدفة، ما كنتش أعرف إن صوتي حلو أو بغني أو كده. واقفة في اللاين بتاع المدرسة الصبح، النشيد الصباح عادي والجو ده، لقيت المستر بتاع الميوزك بيقول لي: إيه، أنا عايزك في أوضة الميوزك عندي ضروري جدا في البريك. فقمت قلت له تمام. فجه البريك، نزلت له قال لي: تعرفي تغني؟ قلت له لا. قال لي: طب غني لي كده اغنيه بلادي. فغنيت له، قال لي: لا انت كده بتغني في اللاين، انا عايزه تغني بقى بجد. فقمت قلت له خلاص، فغنيت له اغنيه بلادي. فقال لي: انت صوتك جميل جدا وشطوره وبرافو عليكي. ومن ساعتها بدات انا اللي اعمل حفلات المدرسه كلها، بس فما بقاش في اي حفله في المدرسه بتحصل غير لما انا اكون فيها. لا انا شايفه كمان ان مش بس استاذ الموسيقى، انتي وراكي عيله ما شاء الله، يعني دعماكي بشكل كبير جدا وباهتمام كبير قوي، ومكرسين نفسهم ليكي. الحمد فيعني انتي لله. محظوظه بمامتك بصراحه، يعني انا شايفه هي بتعمل معاكي ايه، ومحظوظه بباباكي. باباكي هو اللي عامل هو الكليب، المخرج بتاع هو الكليب. مخرج ليه، هو مدير بالظبط، تصوير. هو مدير تصوير اصلا في التلفزيون وفي قناة الحياة، بس هو اخرج لي بقى اول مرة يخرج، فاخرج لي الكليب بتاعي. بس هل يا ايه درستي مزيكا؟ هل خدتي كورسات؟ هل في حد تولاكي بالتدريب مثلا؟ طبعا اكيد في تدريب، طبعا بتمرن. انا بعدت عن اني اخش معهد موسيقى او كده، لان ما مش عارفه، حسيت ان انا لازم يبقى في حاجه تانية غير الغنى ابقى مركزه فيها في حياتي. فقلت خلاص انا اتمرن الغنى، يبقى ليه تمرين والدراسه حاجه تانية. عملتي ايه دراسة بقى؟ معايا بكالوريوس نقد سينمائي من اكاديميه الفنون، الله. تمام؟ فبرضو ايه، قلت برضو ده قريب من ده، يعني نفس الكارير. طبعا طبعا، بس يعني حلو اللي انت تنمي عندك الحس النقدي يكون موجود، ده مهم جدا. نقد سينمائي ولا نقد فني؟ نقد فني، تخصص نقد سينمائي. بس حلو قوي ده، درست لطيف. جميع الفنون. بس انت عندك ميل للتمثيل مثلا بعد كده ولا؟ انا بعد ما خلصت المعهد، عندي معهد نقد، دخلت معهد فنون مسرحية تمثيل وإخراج. فعلا. بس فما كملتش فيه طبعا، لأنه خدني من الغنى كتير قوي، يعني أنا عطلت سنة تقريبا بسبب المعهد. فقلت لا، أنا أركز في الغنى وأثبت نفسي في الغنى، والتمثيل يجي واحدة واحدة على مهلي. بس حطاه في اعتبارك يعني، أكيد طبعا. بس انا اللي شايفاه الحقيقة اللي انت على الشاشة وجه جميل، وشايفة اللي انت عندك كمان اكسبريشن حلو وبسيط يعني، فانا بتصور انت ممكن تكوني فنانة شاملة لطيفة جدا. يا رب. احنا عايزين نغني اكتر النهارده، بما ان احنا بنعيد مع الناس، فعايزين نغني اكتر، فعايزين نغني بقى حاجه. احنا سمعنا الستايل القديم شويه، نسمع بقى حاجه سوري، حاجه جديده، دي جديده، عايزين نسمع نسمع القديم. القديم. العكس بقى، العكس. اوكي، احنا ممكن نسمع اغنيه طول عمري. اوكي. ده نجاة. نجاة، ايوه. تمام. طول عمري احبك واشكي لك واشكي للعمه وللخاله، حرمت اقابلك واحكي لك، ده غرامك خلاني في حاله. لا 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 لا، اشمعنى انا قلبي يسأل على قلبك ولا تسألش، اشمعنى كمان انت بتتقل وانا احبك ولا تقلش، ليه دايما تقسى ترارا، ليه بس بتنسى، فعني بصونك مش هاين اخونك، فعني بصونك مش هاين اخونك، ببعت لك في الصبح رسالة وابعت لك في العصر رسالة، لا 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 لا، لا
عليكي، لذيذة جدا جدا، عندك احساس حلو كمان قوي. ايه، مين بينتج لك الاغاني بتاعتك؟ احسن تتكلمي في في المايك هنا. اللي بينتج الاغاني مامي طبعا، هي متوليه موضوع الانتاج ده انت كله. مامي فظيعة بصراحة، انت محظوظة بيها بجد. الحمد لله، هي كمان صوتها حلو بتغني، وكان المفروض ان هي تبقى مطربه بس حبت واتجوزت وقعدت في بيتها. والله فهي ايه بتعوض فيك اللي هي ما عرفتش تعمله، وضع يعني اللي هي بالظبط حابه اللي هي كل اللي كان حلم اللي عندها تعمله فيكي بقى. بالظبط، هي اللي بتنتج لك هي شغل. اللي بتنتج كل شغلي، وهي معايا في كل مشاويري وكل الحاجات دي. طب ده حلو جدا. ايه حكايه الكاراتيه دي؟ ايه، انا كده اقلق، انا كده اقلق وكلنا نقلق. لا لا اتنين ولا حزام اسود ما شاء الله. بصي، الكاراتيه ده انا كنت يعني، انا عشان ولاد خالاتي كلهم صبيان وخالي برضو نفس سني، فانا كنت البنوته الوحيده وسطيهم، فما كنتش عارفه اخد حقي منهم ولا عارفه اعمل اي حاجه، فقلت لا انا لازم اقف لهم بقى، مش هينفع الكلام ده، فقلت لمامي تعلمني كاراتيه وكده عشان يعني ابقى ايه يعني انت اقدر اللي ادافع. طلبتي، انت اللي طلبتي. انا اللي طلبت منها، او كنت بتحايل عليها كتير جدا، وفي الاخر يعني ودتني الحمد لله. طب حلو والله جدا، بس ده حاجة لطيفة قوي يعني. واستخدمتي الحكاية دي قبل كده في الحياة يعني، ولا لا ما الحمد جاتش لله فرصة، عمري ما ما استخدمتها اضطريتيش لحد خالص. دلوقتي؟ عايزه اقول لك معلومه، ان دايما لعيب الكاراتيه او اي حد بيلعب العاب قوه من نادر جدا انه يستخدم تمرين او يستخدم كاراتيه على اي حد يعني، لان دايما بيبقى عنده تحكم في اعصابه اكتر من اي حد، اي شخص عادي. لا، وبتبقى ليها اثكس وليها مبادئ وليها بالظبط اخلاقيات، ويعني لازم اكيد مش خناقه شارع اصلا بالظبط. يعني. مش خناقه شارع بالظبط. طيب انت عملتي اكتر من اغنيه سينجل قبل الاغنيه اللي احنا شفناها اللي هي في حاجه اللي اتعملت فيديو كليب، بالظبط. عملتي اغنيه وطنيه وعملتي اغنيه تانية اسمها عندي عندي حب. حب. قولي لي بقى ازاي، مين اللي عمل الاغاني دي، ازاي اتعملوا، ليه عملتيهم، ليه عملتي بص، الوطنيه؟ اغنيه ليا حلم اللي هي الاغنيه الوطنيه ديت اتعملت تقريبا في ساعة أو نص ساعة على طول. كان ليا حد من أصدقائي هو بيكتب، تمام، وحد تاني ملحن، فاتفقوا كلمتهم هم في التليفون، قلت لهم احنا في ثورة والدنيا بايظة وكده، ما تيجوا نعمل أغنية وطنية. فعملنا الأغنية الوطنية ديت، كلمات سامي بصوت وألحان محمد نور، اتلحنت واتعملت على طول، دخلنا سجلنا وكل حاجة. قلت طب هي تبقى سنجل كده، فنزلت صورتها وبعدين زيتها على القنوات، ودي كانت أول حاجة الناس تعرفني بيها. ده حلو قوي يعني. بس انت بتتعاملي، حابه ان انت تتعاملي مع ناس شباب من الجيل بتاعك طبعا يعني، طبعا. مش لازم ناس تكون كبيره يعني. طب في حاجه، مين اللي عامل الكليب؟ في حاجه دي الحان معتز امين، وتوزيع هاني ربيع، وكلمات كيرو. دي برضو شباب يعني، هما برضو ليهم شغل بس يعني لسه بيبدأوا زي يعني. طب ما تسمعينا حتة من ليا حلم بقى لمصر. اوكي، ممكن نسمع. بتقول يا مصر يا أغلى من أمي، يا أغلى عندي من دمي، بدعي بنصرك في صلاتي، بفدي حياتك بحياتي، يا مصر يا أغلى من أمي، يا أغلى عندي من دمي، بدعي بنصرك في صلاتي، بفدي حياتك بحياتي، اسمك ده مذكور في القرآن وكنيستك جواها أمان، اسمك ده مذكور في القرآن وكنيستك جواها أمان، بدعي بنصرك في صلاتي، بفدي حياتك بحياتي، بدعي بنصرك في صلاتي، بفدي حياتك بحياتي. لطيفة جدا جدا، حلوة قوي يعني. هل في حد من الموسيقيين او الملحنين سمع صوتك وتبناكي فنيا، ولا ما حصلش ده معاكي؟ لا حصل طبعا، انا في اغنيه في الالبوم بتاعي مع استاذ محمد ضياء، الحان محمد ضياء وتوزيع وكلمات محمد جمعه، دي يعني برضو يعني تعتبر من الاغاني اللي انا عزيزه على قلبي بحبها جدا.
بس ف انت برضو دلوقتي يعني انت دلوقتي بتعملي البوم كامل، انت تقريبا بتحضري البوم كامل لسه ما نزلش؟ لا لسه ما نزلش، احنا بس نزلنا بالسنجليه اللي هي في حاجه. في حاجه بالظبط، بعدين ان شاء الله يعني ننزل. يعني السنجل اللي هي في حاجه دي واحده من اغاني الالبوم، احتمال تكون من اغاني احتمال الالبوم، تكون. مش اكيد لسه. والالبوم ينزل امتى؟ لسه ما يخلص، هو بيحصل فيه مشاكل كتيره ويقف وكده، يبقى لي فتره شغاله معلش. ما فيه. انا انت برضو انتوا اللي بتنتجوه؟ بالظبط. طب ده يعني بقى. بس لا انت ميرسي يا مامتها، ميرسي. طب انت تقدري تغني لنا حاجه من الالبوم؟ تغني لنا بص، ممكن اغني لك حته من اغنيه حساك اللي هي كلمات محمد، كلمات الحان محمد محمد جمعه ضياء. والحان محمد تمام. ضياء، هي تمام. اصلا نازله في اخر الكليب، في حته صغيره انا حطها منها طيب. بتقول حساك من نظرتك، حساك من لهفتك، شايفاك مع ان الدنيا ليل، وما كانش فيه قمر، وما كانش فيه نسيم قبلك، والكون قديم، وتحرك النسيم طير ورق الشجر، حبك خلاني ادور، وسمايا مالتها نور، وكأني طير تايهة ولقيت سرب الطيور. هلا أي تصوري الكلمات الأغنية شبهك؟ أنا حاساها شبهك، يعني مين اللي بيختار معاكي الكلمات؟ لا بصي، الاختيار الأول والأخير بيبقى أنا اللي بختار، يعني دايما الأغنية اللي ألاقي كلامها حساه شوية وقريب من الناس على طول الأغنية. أنا حاساها شبه أغاني نجاة. شوية انتي هو بتحبي برضو نجاة يا بحب ايه؟ نجاة جدا والله جدا. تصوري حاساها فيها حاجة من روح أغاني نجاة كده. بالظبط، هي كمان شبه شوية فيروز، يعني نفس ستايل فيروز مع المزيكا طبعا، لما بتتسمع تحس ان هي مين اكتر حد من المطربين الكبار انتي بتحبي تسمعيهم وحاسة ان انتي أميل للسكة بتاعتهم يعني؟ قدام ولا جداد؟ قولي القديم وقولي الجديد. لا قديم، ما فيش حد ابقى مايله للسكه بتاعته خالص يعني، فاهم؟ بس انا بحب، يعني انا بالنسبه لي فريد الاطرش ده بالنسبه لي المطرب عشتك يعني. المفضل. بس وعبد الوهاب طبعا، وكل كل القدام وسمعتي كل الناس دي يعني، انت طبعا طالعه طبعا. سامعه الناس دي كلها كله، ما فيش اغنيه بتعدي كده. من وانت صغيره بتسمعي كل بالظبط، ده؟ من وانا في ثالثه ابتدائي. ايه ده الله، يعني اوكي عندك اوكي حصيلة موسيقية يعني محترمة جدا. بالظبط، تحبي تغني وبفضل حاجة؟ مامي كمان، هي اللي كانت بتقعد تسمعني الاغاني القديمه دي كتير وكده. تحبي تغني حاجة لفريد الأطرش؟ اوكي ممكن نغني مخاصمك يا قلبي، ايه يلا. رايك؟ مخاصمك يا قلبي، ومش راضي عنك، يا ريت كان بايدي وانا اتبرى منك. مخاصمك يا قلبي، ومش راضي عنك، يا ريت كان بايدي وانا اتبرى منك. مخاصمك يا قلبي، يا قلبي مخاصمك، مخاصمك يا قلبي، يا قلبي مخاصمك، يا قلبي كفاية وتوب عن هواك، مدام الحبايب بترضى ببكاك، مفيش حد منهم بيرحم أساك، ولا حد وعدك، ولا شفت سعدك، ولا حد واسى عذابك وحزنك، يا ريت كان بإيدي وأنا أتبرى منك. مخاصمك يا قلبي، يا قلبي مخاصمك، مخاصمك يا قلبي، يا قلبي مخاصمك. الله حلوة جدا. انت كمان بتختاري اغاني يعني اللي محسسني انك مثقفة فعلا موسيقية. انت بتختاريش الاغاني اللي هي اللي احنا كلنا حافظينها وفاهمينها زي، لا يعني عارفة يعني.
درس الموقف يعني كويس. انا بحب قوي الاغاني اللي هي النادره اللي مش كل الناس عارفاها، بحب قوي اسمعها برافو يعني. عليكي، برافو عليكي. اي انت كمان شاركتي في اكتر من مهرجان للاغنيه، منها مهرجان الاسكندريه الدولي للاغنيه وخدتي المركز الاول صح، بالظبط. ومهرجان تاني اسمه مصريات وخدتي جايزه اولى ده تمثيل وغنى. ده بقى شؤون المعنويه. ده قولي لنا على المهرجانات دي اللي شاركتي فيها. المهرجان مصريات ده كان سنه 2012، ده خدت فيه جايزه اولى افضل ممثله عن مسرحيه اسمها خلطبيطه مش عبيطه. ده اخراج مين كان؟ اخراج احمد مصطفى زميلنا في المعهد. وبعدين خدت اغنيه على اغنيه ليا حلم، خدت جايزه اولى برضو افضل مطربه. حلوه بس هي الاغنيه الوطنيه اللي هي عملناها نفسها. بس وده بالنسبه لمهرجان مصريات. مهرجان الاسكندريه الدولي للاغنيه ده خد فيه جايزة أولى عن السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت ده خد فيه جايزة أولى عن أغنية حساك اللي أنا غنيتها ليا من الألبوم، اللي هي ألحان محمد ضياء وكلمات محمد جمعة. دي خدت الجايزة الأولى؟ خدت الجايزة في الأولى. في فئة إيه ولا في إيه؟ اللي هي كان كنا متسابقين متشاركين في المهرجان، وعلى حسب بقى كل واحد بأغنية اللي هو داخل بيها. خدت أستاذ محمد ضياء خد أغنية عبد الوهاب افضل ملحن. وانا خدت جايزه اولى. حلوه قوي، حلوه جدا والله، برافو جدا. يعني دلوقتي انتي واسرتك دخلتوا في عمليه انتاج الالبوم، الالبوم بتاعك هم يعني كانوا هم اللي مسؤولين هم ينتجوه ويعملوا القصه دي كلها بالظبط. يعني عشتي التجربه وعملتي، انتوا اللي عملتوا الكليب بنفسكم، وانتوا اللي اخترتوا الاغاني، وانتوا اللي عملتوا كل التفاصيل دي الصغيره. بالنسبة لأي حد جديد، مطرب جديد أو مغني جديد بيطلع، إيه أصعب جزء في العملية دي؟ اختيار الأغنية. يعني لا، أكتر الأغنية. أكتر حاجة صعبة علشان حد يقدم نفسه على الساحة. بصي، اختيار إيه؟ اختيار الأغنية أول حاجة. تاني حاجة يعني بيواجهوا حاجات كتيرة ممكن تعطله بالنسبة للإنتاج طبعا، لأن كل الحاجات دي بتكلف كتير جدا. يعني بيبقى في مشاكل، يعني انا ممكن اكون مريت بيها، بس يعني بمسانده مامتي وبابايا قدرت اعديها. زي ايه؟ انا عايزه اعرف حاجات يعني تبقى كده تجربه للناس، يعني اللي هو حد بس بيحاول لسه يدخل او كده. بصي، يعني هي بتعتمد اكتر على، هي بتبقى مشكله اكتر في الانتاج، يعني هي دي اكتر عقبه موجوده هي الانتاج. بس بعد كده كله بيبقى سهل. يعني مسألة فلوس بس ولا مسألة تقنيات مثلا، ولا مسألة طبعاً توزيع علاقات مع شركات تانية؟ بالظبط بالظبط، كل ده طبعا، كل حاجة بتكمل الحاجة اللي قبلها، فاهمة؟ فهي هي عبارة عن دايرة لازم تكمليها كلها. بس حتى الكليب اللي أنا عملته ده فكرتي أنا، ما اعتمدتش على بابايا بس إن هو اللي يخرج أو كده، أنا برضو اعتمدت على نفسي، قلت لأ لازم أعمل حاجة، أنسق فكرة، أعمل أي حاجة، فاهمة؟ لأن أنا لو فضلت معتمدة ان حد هيعمل لي مش هعمل حاجه، هفضل واقفه مكاني، فاهمه؟ فقلت لا لازم اشتغل، يعني وانا مفيش مخ مفكر. لا لا، يا دراستك كمان ده يبقى عيب عليكي. حتى بالظبط ايوه بالظبط، يعني وحتى كمان دراسه، فعلا دراسه واخراج وتمثيل، يعني ده لعبتك يعني، ما ينفعش كده. ده حلو، بس انا مبسوطه بحاله المجهود الذاتي اللي حاصله، يعني دي حاجه جميله. طب انت ناويه بتخططي لبعد كده ايه بقى؟ يعني نفسك تعملي ايه؟ انا شايفه بصراحه فيكي فنانه شامله، يعني انا شايفه ده، شايفه حد ممكن يعمل حاجه كده. يا رب ان شاء الله باذن الله. وانا بخطط ان شاء الله يعني اثبت نفسي في الغنى، وابقى اي عقيل واسمي معروف وكده، بعدين اشوف التمثيل بقى، يبقى كده نشوف التمثيل الدنيا فيها ايه وكده. بس يعني انت حتى الغنى برايورتي عن التمثيل؟ طبعا. طب ليه؟ طبعا. على الرغم ان انت درستي تمثيل واخراج. انا بحب الغنى اكتر من اي حاجه، يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، انا بالنسبه لي الغنى اهم من الاكل والشرب. لا والله. لا مش الدرجه دي. لا والله بجد، لا بجد فعلا. انا يعني انا لما بكون زعلانه وعايزه افرح اغني، لما اكون فرحانه بغني، يعني كل الحالات انا ببقى بغني. الغنى ده بيريح كتير يعني. الله. وانا بطبخ بغني. فكل حته بغني يعني.
لا ربنا يوفقك يا ايه، بجد انا مبسوطه جدا ان انت كنتي معانا النهارده، يعني وجه مصري جميل بجد وكده بكل تفاصيله وملامحه، مصري وصوت مصري جميل، وشايفه نجمه قدامي والله بجد يعني. ربنا يخليك. بس بعد كده بقي تعالي بقى ما تقعديش تقولي لنا لا انا مش فاضيه وبصحاش بدري لا لا وحاجات من دي. معاكم معاكم. طيب احنا عايزين نختم بقى باغنيه كده مع الناس، وعيدي بقى اللي انت عايزه تعيدي عليه كمان قبل ما نختم يعني. انا طبعا بعيد على عيلتي كلها، يا رب يبقى عيد سعيد عليهم وعلى كل الناس وعلى الامه الاسلاميه اجمعين يا رب ان شاء الله، ويا رب يبقى عيد حلو والناس كلها تتبسط وتتفسح وتبقى مبسوطه يا رب ان شاء يا الله. رب ان شاء الله. هنختم بايه بقى؟ عايز تغني حاجه بتاعتك ولا حاجه قديمه؟ ممكن نغني حاجه قديمه بقى، ممكن نغني فايزه اغنيه وعشان بحبك انا حرمت عيني النوم، واللي بنيته في سنة راح من ايديا في يوم، راح من ايديا في يوم فات، اللي فات وانقضى معرفش فات ازاي، مهما مليت الفضا بشكوتي عني لا هرجع اللي مضى ولا هعرف اللي جاي، وعشان بحبك انا حرمت عيني النوم، واللي بنيته في سنة راح من ايديا في يوم، راح من ايديا في يوم.